السلام عليكم، كيراكم حبيباتي؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير. نكسبوا صلاة النبي حاجة الاولى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين يا رب العالمين. اليوم بغيت ندير معكم وصفة تاع قلب اللوز او الشامية كما نقولوا لها حنايا في الغرب. غادي نبدا بالمقادير بلا ما نطول عليكم. ديت هنايا يعني نبدو بالسيرو ان شاء الله. درت ربع كيسان سكر مع 8 كيسان ماء، 8 تاع الكيسان تاع الماء، ونزيدو معها طخونش تاع سيترون ونديروها فوق النار. ما نبقاش نعطيكم الوقت شحال تقعد تطيب، ليسونسييل السيرو كي نديره يطيب يكون ابيض، تبدل لا كولور تاعها تشونج تولي صفراء، والفوليوم تاع الماء يهود واحد 2 سنتيم 2 سنتيم ادمي على حسب كي ترفدو تكون شويه ثقيله، ونخلوها تبرد. هذا الميثود نديروها هي الاولى، عادك نبدو نديرو الشاميه تاعنا ان شاء الله. هنا كيما تشوفوني نكمل في الماء اللي درته. هنا ندير طرونش تاع سيترون ونديرها فوق النار، نحرك السكر شويه حتى يذوب مع الماء، ونديرها فوق النار تغلي. نحطوها فوق النار ونروح نوجدو الشاميه تاعنا. هنا شريت هنا السميد اللي ننصحكم به تاع الميزان، شريته بالميزان بالسوبرات. دير 11000 كيلو. كي تروح عنده قول له عطينا السميد تاع الشاميه، هو يعرفها. خير ما تشرو ساشي وتقعد تشوف فيها، بخيت تخرج لكم شي تاع شاميه، يخرج لكم تاع مقروط ولا. هنا غادي ندير 6 كيسان سميد، 6 كيلات سميد، اي كيله عندكم كيلو بها، اللي كيلتو بها السيرو تكيلو بها السميد. 6 كيلات سميد مع 3 كيلات سكر. انا هنا السكر ما درتهش كومبلي، السميد نزيد معاه قرصه ملح وسكر. درت 2 كيسان وكاس ناقص قد صباع هكا باش ما تجيش حلوه بزاف، كل واحد كي يبغيها. اللي يبغيها حلوه بزاف يدير 3 كيلات سكر حتى 3 كيلات ونص. انا كيما ماي في الدار ما يبغيهاش حلوه بزاف، درت 2 كيلات والثالثه نقصت منها صباع ودرتها. درك تشوفوا كيما راها تبان هنا الكاس الاول وزوج وثالث ما كملتهاش كومبلي، مليحه باسكو ديجا غادي تزيدو السيرو، سيرو غير حسل غير سكر، جاي حلوه بزاف. ها هو الثوازيام قلعت من الصباع، ونبدا نحاول ندخل السكر هنا ندخل السكر في السميد. كي يولي ما يبانليش كاع حاجه بيضاء، كي الشغل كاع يدخل فيه، عادك نزيد له الدهان. هنا كي يدخل غايه السكر في السميد نزيد لها، كي نبدا نشوف كاع ما قعدش يبان لي البلون وحده ولا السميد وحده، نزيد لها كيله تاع دهان دايب. تبغوا ديروها بكيله زيت ما كاش مشكل تاني، تبغوا ديروها بالسمن ديروها بالسمن. السميد كي نديره نحاول قلت لكم نبسه بالدهان باسكو هذه ما باتش ديجا باش تشرب ولا. هذه نديروها تمتم قلت لكم، كي ديروها في البلاط دخلوها طيب ديريكتوم. هنا كيما درت دخلها غايه، كي نشوفها كاع ولا كاع من الدي هي كي شغل كاع السميد شرب الدهان، نزيد له قوطي ياغورت ناتور. هنا نزيد علبة تاع ياغورت ناتور ونحاول نعجنه دركا بالياغورت ناتور، نحاول نعجنه. ما غاديش يولي كوميون بات تاع عجين ولا تاع بيتزا ولا، بصح يتعجن تحسوها هكا يتعلق في يدكم. كي نوصل هذيك المرحله سي بون، وممكن ندير خط في وسط السميد يولي بالخف ما يبطاليش. هنايا راني نزيد في المزهر كاس كيما قلت لكم ولا كيله، نديروها كاع كومبلي حتى نكمله كاع، تاي نكمل كاع هذاك المزهر. كي نكمله تاني نزيد نقعد نعجن واحد 4 مينوت ولا 5 مينوت. عليها قلت لكم اللي عندها بيتران يسهل عليها العمليه، بصح بلا ميم بلا بيتران تخرج زعما ما شاء الله. انا ما بغيتش نقطع معكم الفيديو، بغيت نخليه لكم تشوفوا باش تعرفوا الماء. نهضر لكم ما تفهمونيش، نقعد نزيد غير بشويه الماء زهر حتى نكمل كاع الماء. كي نكمل كاع الماء نزيد نعجنه قلت لكم واحد 4 مينوت ولا 5 مينوت، هذاك نديره في البلا.
انا غادي نستعمل هذا، وجا طيب شي شعلة مخضرة. ما ديروش الزيت في البلا، ما تلصقش، ما يكونكم هاني، ما ديروش الزيت، شمخوها بشوية ما رشوها وخلوا، رشوها كيما هكا، ما تخافوش. انا هنا صراحة ما غاديش ندير فيها اي اضافات، ما غادي ندير لا بيز لا والو، باش تشوفوا بلي نتاعها باقل مقادير ويجي روعة. ما نبغيهاش عريضة بزاف، اللي يبغيها عريضة يدير قاع هاد البلاي قد هني، ما يبغيهاش عريضة بزاف ينقص. هنايا بقات لي تشري كونسيسي اللي نديرها في بلا واحدة اخر. هنا غادي نجيب كوباج شمعها، حاول سوي ال ديرو فوقها لا زيت لا حليب لا والو، نشغل الثلاجة على 180 درجة، نخليها طيب من التحت كي دير لي هاديك لاكوخوت معاهو، عادك نشعلها من الفوق. تبعوني. هنا بعد ما خرجتها من الفوق غادي نديرلها شربة سكون بيضة. بسم الله. مادام هتشرب مادام هتاكل، خلوها تشرب. طيب بعد اخرين صغار هاد هما باسكو قطعت لي بزاف، نزيد ندير لهم شربات ونولي معاكم كيما هاكا بلا جيبو وغدوا باش نغطو هاد البلا باش لافابور تاعها تولي عليها وتجينا طيه.
حبوباتي وصلنا الى نهاية الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وتجربوها، اني سيغ بلي غادي تعجبكم. ما تنسوش تدعموني حبوباتي بالاشتراك، ولي جربتها تخلي لي في لي كومونتير تحت. تهلاو في روحكم، تهلاو في وليكم، وليلة سعيدة.